بعد الهزيمة الثقيلة للمنتخب الوطني النسوي في أول ظهور له في كأس العالم أستراليا نيوزيلندا أمام المنتخب الألماني بنتيجة 6 أهداف دون رد، نشطاء المنصات الاجتماعية أبدوا سخرية كبيرة تجاه أداء لاعبات المنتخب الوطني في اللقاء ومن لاعب النساء عموما لكرة القدم. وبعد هذه النتيجة عبرت لاعبات المنتخب الوطني المغربي عن خيبة أمل كبيرة، كما أكد مدرب المنتخب الوطني النسوي رينالد بيدروس على أهمية تدارك الموقف في اللقاءات المقبلة.